أخبار اليوم. عامة يعني، وهي عايزة شوية وعي ثقافي منكم للشباب زي ما انتوا عاملين كده اهوت، واخد بالك؟ حاجات جميلة الشباب يقراها، لو حتى ساهمتم بنسبة لو 10% 10 على 10، واخد بالك؟ ديت مش عاداتنا أساسا، عادات دخيلة، في حاجات في ثقافية دخلت دلوقتي، ما ينفعش تبقى في الشعب المصري بعاداته وتقاليده يعني، تمام؟ عايزين شوية وعي ثقافي مش أكتر بس كده. شكرا.